فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأطفال الذين ماتوا ما حكم الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ، ماتوا مسلمين، يقول: هل يشهد لهم بالجنة عينا؟ حتى الكبار ما تشهد بالجنة لأحد معين إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار معين، لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بدليل إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فإننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.